انا في الكونفشن روم. نيف صباح الخير. يا هلا صباح النور. افتحون الشاشه يا شباب نشوف نيف. وشغل الشاشه اللي عندي بعد والله ينكسك. هذه الشاشتين مع بعض يا نيف. شلونك طيب؟ يا هلا يا حي شلونك سك طيب؟ الله يعطيك العافيه. شكرا على حضورك اليوم اللي عودتنا عليه انت وسالم. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك هذا واجب منا. رغم انك كنت وعدت انك بتسوي شيء بس اظن الوقت ما سعفك او شيء. ما سعفني والله الوقت. طيب تفضل. تفضل يا نيف. اول شيء رحب بهاني ورحب اخوي علي. ثاني شيء انا اخذت 3 دروع. درع راح باقي درعين وضمنت النهايه باذن الله ان شاء الله. اللي انا بعرفه هو اللي يضمن الامور هذه يضمن الوصول النهائي. وعادي يعني فقرات تتاجل الوقت غير مسمى ولا وش السالفه؟ اذا كذا عادي يسحبوا مني درع ما عندي مشكله وخلوني اقدم فقراتي ولبوا طلباتي. لان كل ما جيت اطلب طلب انت يا منيف وصل النهائي ما عليك امورك طيبه يا منيف. انت يا منيف وصل النهائي. هذه مشكلتك طيبة. انك طلبت بتأدي فقرة وقالوا لك ان فقرتك انت واصل النهائي ما تحتاج مثلا انت واصل النهائي ريح اخوياك المتسابقين قبلك. عندي سؤال منيف. ابا أأيد طلبك 100% اذا كان بالطريقة اللي عدوها اللي رسموها فريق الاعداد. يعني مو بهم اتفقوا انه رئيس البلدية يكتب له ورقة ويكتب ورقة ويقدمها مو بكل واحد يتكلم. ما عاد صارت هذه ما عاد صارت. وقفتوها يعني؟ هذه انساها ما عاد صارت هذه. الكتابة طيب؟ ما عاد صارت الكتابة هذه. الشباب اليوم يتكلمون انه لازم تكتب الطلبات اللي تبغاها، اما تقول لي ودور تلفان نسيت وقالوا لي. لا 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 هذه 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 ما عاد صارت، لان احنا نجي نكلمهم ويقولون ابشر من عين ذي قبل هذه. تبي نصيحة اخوك؟ اسلم. اكتبها. أقول لك شغلة. سم. اسمها راحت انتهت. انا طالب لي فقرة قبل اسبوع ونص. احنا ننتظرها الفقرة دي والجمهور ينتظرها. قبل اسبوع ونص. ايوه. طالب فقرة وطالب طلبات إلى الحين ما توفرت. منيف مسجلها أنت عند فارس في البلدية؟ مسجلها عند الإعداد. ما لا 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 فارس حبيبي فارس. حبيبي ما عاد في أبو فواز أبو فزاع ما عاد صار هذا الأمر، كل أخوياي يقدمون مبادرات الحين. عندي يا منيف منيف هم الآن يقولون الإعداد الفقرات عند فارس. لا لا عندي. طيب حجهم بالحجة أنت. خل فارس يجي الحين وتحدى فقرة عمر اليوم مسجلة عنده. فقرة عمر خلص. أنت خل أشوف أنا ما أدري عن فقرة عمر لكن أنت فقرتك انت خذ ورقه وسجلها فقرتك انت. بقول لك شغله. المقصد يا منيف الفقره اللي فيها طلبات، اما الفقره العاديه تحضر كذا حبيبي. اما الفقره اللي فيها طلبات من الاعداد حبيبي الفقره اسمعوني انتم اسمعوني لاخر شيء. الفقره انا جيت وقلت لهم انا عندي فقره. ما قالوا لي روح الرئيس البلديه. قالوا وش تبي؟ قلت ابي كذا كذا. قالوا ابشر نسجل الطلبات كلها. سجلوها عندهم ما قالوا شيء. جميل. ثلاث ايام نيف اسمعني خليني اكمل ابو فزع. كلامك صح اسمعني خليني اكمل. طيب شيء؟ لا خليني اكمل. تفضل. خليني اكمل. انا ادري انه بيجيني خصم على كلامي على الاعداد. وكم مره يحذرني سامي يقول لا تتكلم على الاعداد بس طقت سبدي عاد ما عاد واصله يقول السيلة يقولونه الزبر. المهم وغير ذلك انا مسجل طلباتي لها اسبوع ونص لها الحين ما توفرت طلبات. اقسم بيت الله اذا انهم عاجزين عنها ادفع 500 واطلع اوفرها اقل شيء. يقول الجمهور منيف قدم فقره. منيف اسمعني طال عمرك. قل لا بعلمك بشيء بعطيك الحل. بعلمك بشيء ثاني والله بعطيك الحل عشان ما تتعب نفسك. سجل الطلب عند فارس وانا ان شاء الله اضمن لك ان شاء الله تنفيذها. ايش رايك؟ بعد راسي. وثاني شيء عشان والله يا منيف ما ودي بعلمك شغله. انا من المطبخ اللي طاف اللي هو امس وهو اللي اليوم معروف المطبخ فقره المطبخ الكاميرا عليك ساعتين يعني اي شيء بخاطرك قول. اللي انا قلته من امس واليوم اقول انتظروني فلاش بوب يوم الاربعاء الجاي. اللي انا اقوله الحين لهم للجمهور فلاش بوب تاجل ما ادري ليش تاجل ولا ادري الى متى تاجل دور منيف. الاربعاء هذا ولا الجاي؟ انا احييك هاني الاربعاء الجاي انا هاني. كلامي الاربعاء الجاي قالوا تاجل. عندك خبر ليش تأجل؟ أعطاني أسباب ليش تأجل. طيب ليش تعطيني جدول يا غناتي؟ يا منيف أنا أهنيك على وضوحك وصراحتك. احنا في برنامج ما في شيء مخبأ. صحيح. الطلب سجل عند فارس وإذا ما نفذ الطلب يا حبيبي طلع في الكونفشن روم وتكلم. أوكي؟ أعطيك العافية حبيبي. الشباب ترى من حقهم يطلبون ولكن برضه اذا حطت الاداره نظام مثلا انك تسجل ورقه عند فارس المدير البلديه ورئيس البلديه نفذوا حج الاعداد وحج الاداره بالطلب. اول واحد طلع لنا صالح الزهري ثم منيف وذكرهم من طلع بعد فكم في الروم كثير اللي طلعوا زي كذا قصدك طلع على الفقرات فهالشيء
يرجع للإعداد. يوم كان راضي ماسك البلدية كان الوضع ماشي تمام وكل شيء صحيح في أوراق، هل فعل الأوراق تأجلت أو ألغيت إذا بترجع العشوائية بين المتسابقين في وجود الفقرات؟ تعرف المشكلة؟ تضارب الفقرات يعني. تعرف المشكلة يا علي؟ الرئيس البلدية نفسه اليوم يسولف مع جدار يقول في طلبات لي ما جت. مصيبة. يعني أقصد أنه المشكلة أتوقع طبعا الإعداد مو بأول يوم نجربهم يعني، ومو بأول برنامج يمسكونه، والناس شايفة نتاج الإعداد شيء مميز. أوكي. والشغل هذا مو بشغل الإعداد، مو شغل الإنتاج اللي هم يجيبون الطلبات. انا اي بس انا كمتسابق اتوقع يعني. يا علي ان المشكله انها ما كتبت بس. طيب. اما سالفه قالوا لي شوف احنا ما ندري، بس اذا كانت كتبت وسلمت يبقى خطا الاعداد، لكن صحيح. اذا ما كتبت اذا ما كتبت على الاعداد لانهم هم الوجه للمتسابقين، ما المتسابقين ما يتعاملوا مع الانتاج يتعاملوا مع الاعداد. اما اذا ما كتبت يبقى يرجع الخطا على المتسابقين. ارجو كتبتها باوراق المتسابق. شوف المتسابق دقيقه ابو فزع يكتب ورقه يوضح طلباتك كامله سلمها الاعداد تمام، سلمت الاعداد ورقه ولا نفذت لك خلال لك حق تتكلم او تجي هنا او تتوجه لبياره او تتوجه الاعداد نفسه، ايش الاشكاليه؟ الاسباب اللي ذكرت مني في اليوم في الغاء فقرته، ايش المشكله في الاربعاء القادم؟ ما الاستفهامات هي ممكن اجلت ما الغيت. عموما هي اجلت لاسباب. احنا عندنا فاصل، نرجع بعد الفاصل معنا فارس في الكونفشن روم.